هاي يا حلوين، فيديو النهاردة هنجرب البيبي كريم ده بتاع بورجوا. الدرجة اللي معايا دي رقم 2، وهوريكم عملت الميك اب ده كله ازاي، وكمان وانا بطبقه على وشي. فلو عايزين تعرفوا رأيي في البيبي كريم ده تابعوا الفيديو للاخر. هنستخدم البيبي كريم ده بتاع بورجوا اللي هو هيلثي ميكس، والدرجة اللي معايا دي رقم 02. طبعا في اعتقد لايت ميديوم دارك، بس طبعا مش هتلاقوا لانه هو بيبي كريم، مش هتلاقوا منه درجات كتير، وموجود انا كنت جايباه ب 170 جنيه، وهتلاقوه موجود في كل حتة، هتلاقوه موجود في مزايا، بس اعتقد في مزايا هيبقى اغلى شوية، وهتلاقوه على امازون، على نون، على كل المواقع، تجيبوه بكل سهولة. وهو مكتوب عليه ان هو انتي فاتيج، يعني هو بيضيع شكل الارهاق من على وشك، و 24 ساعة هايدريتنج، وفي فيتامين سي واي واي وبي 5، ان هو مختبر من قبل دكاترة الجلدية، وكميته 30 ملي زي اي فاونديشن او بيبي كريم عادي. والدرجة اللي معايا بقى تعالوا نشوف، وطبعا بيجي سيلد، بيبقى من جوه مقفول، بس انا فتحته واستخدمته كذا مرة، فتعالوا نجربه بقى كده. هنحط هنا، هحط على الجزء ده، واحطه كمان تحت عيني لان معيش كونسيلر، او الكونسيلر اللي معايا دلوقتي للاسف هوريه لكم دلوقتي عباره عن زي بيجي في بوت كده فناشف من البرد. المهم انا بقيت بقى بستخدم اي فاونديشن او اي بيبي كريم، بحطه تحت عيني وخلاص، عشان معيش مش جايبه معايا دلوقتي اي كونسيلر. يعني هحط كده حبه صغيرين كده، ونحط ايه على الجزء ده، اوريكم التغطيه والفرق بين الناحيتين، وناخد كده شويه على الجزء تحت العين ده. وهنا هو طبعا مش راني قوي زي ما انتم شايفين، يعني لما حطيته ثبت في مكانه مجراش. وطبعا انا بصور لكم في ضوء الشمس، مفيش اي اضاءه تانية، وانا ببص اصلا مش ببص للكاميرا اساسا ببص في الموبايل نفسه. فخلينا نشوف في مرايه هنا. طبعا انا بوزع بالفرش عشان ناخد منه اعلى تغطية، وبعدين هطبطب بالبيوتي بلندر، بس عشان اوريكم التغطية يعني الفول كفرج اللي انتم ممكن تاخدوه منه هتاخدوه بالفرشة طبعا. فده شكل الفول كفرج، يعني متخيلين ان قد ايه طبيعي وقد ايه، طبعا هو مش فول، هو لايت تو ميديم بالعافية، بس فرق التغطية يدوب مغطي يدوب الحاجات اللي يعني حتى الحاجات مثلا اللي عندي هنا دي ما اعتقدش انها تروح، بس يدوب موحد لون البشره، مخلي البشره شكلها حلو جدا. طبعا شايفين اللمعه اللي موجوده في الوش ده مش هيبقى مناسب مع البشره الدهنيه دي، بباودر تكون كويسه وثبتت الجزء ده كله. انا لما هعمل كده مش هناخد من التغطيه كتير، بس هيدمج مطرح الفرشه الستروكس او الحاجات اللي بتسيبها الفرشه، ويبقى شكله طبيعي جدا. اسف على منظر الشعر المدموج على الوش ده، بس هيبقى شكله طبيعي جدا على الوش. شايفين التغطيه، شايفين عامل ازاي، وهنا ده الجزء اللي مفهوش تغطيه، يدوب يدوب يعني تغطيه لايت. طبعا الناس، انا عامله الفيديو ده مخصوص عشان الناس اللي قالت لي ان هم مش لاقين السي سي كريم لما عملت عليه الشورت والريل اللي نزلته على انستجرام. فطبعا لو هنقارنه بالسي سي كريم بتاع بورجوا، طبعا سي سي كريم تغطيته تغطيه فاونديشن، سي سي كريم تغطيته عاليه جدا بالنسبه ان هو سي سي كريم، بس البيبي كريم ده لا، تغطيته لايت قوي قوي قوي. تعالوا بقى ممكن نحط منه طبقه كمان ونشوف. تعالوا كده، يا لهوي حطيت كتير ولا هدمج بقى بال السبونج. طبعا التغطية هتعلى شوية، عشان كده بقول لكم شوية هيبقى ميديم، وبقعد بيه طول النهار ما بتحركش من مكانه. يا جماعة بجد تحفة، يعني حاجة بورجوا انا تجربتي فيها، يعني رأيي فيها خلاص مجروح بقى، بتالي انتوا عارفين يعني لو هختار اي حد لما بيجي اصلا يقول لي ايه احسن فاونديشن للبشرة الجافة، ايه احسن فاونديشن، على طول دماغي بتروح ناحية بورجوا اول حاجة. اصلا في موضوع الحاجات بتاعت البشره دي بينافسوا الهاي اند اساسا، يعني في ناس كتير حتى في ميك اب ارتست بيستعملوا الحاجات بتاعتهم. بصوا قد ايه طبيعي على البشره بجد، منظره واو واو بجد. هكمل بقى بقيه وشي، ومش هثبته ببودر، وهوريكم شكله هيبقى عامل ازاي، والحاجه هتندمج عليه ازاي.
بقى هنا الكام بقعة اللي هنا دول يا دوب يعني باينين، لو ركزتوا قوي هتشوفوهم، لو يعني محدش خد باله قوي. وغالبا ببقى حاطة شعري دايما بيبقى جاي على وشي، فما بيبقاش باين يعني الجزء ده اصلا. بس انا بس حابة اوريكم التغطية هو بيغطي قد ايه. لو انت هتعتمد عليه في ان هو يغطي عيوب بشرتك، لا هو مش هيغطي عيوب بشرتك، هو بس هيوحد اللون وهيديكي كده شكل فلولس وجلوي للبشرة، بيبقى شكله صحي وفعلا انتي فاتيج يعني مش هيبين شكلك تعبان. طبعا انا حكيت لكم عن قصتي مع الكونسيلر، فده الكونسيلر اللي انا بتكلم عنه اللي هو بتاع ارتك، وده اللي بيجي كده في بوت كده او في علبه كده لازم تاخدي بفرشه. فهو عشان الفتره دي احنا داخلين على الشتاء والجو يعتبر كويس يعني، فماسك في العلبه نفسها، وما باجي احطه تحت عيني بحس انه ناشف قوي وبيكسر تحت عيني، فبفضل ان انا استخدمه في الصيف اكتر. فعشان كده مش هحط كونسيلر اصلا، هنعيش حياتنا كده. ممكن اثبت بس تحت عيني بشويه باودر مثلا من دي، او لوس باودر من لورا ميرسيه مثلا، ثبت لورا احسن. لو انت عايزه تغطيه زياده ممكن تثبتي بتاعه لوريال، بس احنا مش محتاجين تغطيه قوي. لكم بقى الحته بتاعت وانا بحط الميك اب دي علشان ايه الفيديو ما يطولش على الفاضي، احنا النهارده مركزين على البيبي كريم بس، فخلينا ما ايه ما نطولش الفيديو على الفاضي وخلاص. لو انت بشرتك برضو ايه يعني بتدهن من الحتة دي او بتزيت من الحتة دي ممكن تثبتيها ببودر، بس انا الحقيقة الايام دي يعني بشرتي ناشفة جدا. بقى بعد كده البلاشر واسامي ودرجات للناس اللي حابة يعني تعرف انا بحط ايه وكده، هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. هاخد البلاشر وابتدي اتاب كده هنا. كده ده بيكون شكل البشرة بعد ما حطيت عليها كل حاجة وما ثبتش بالبودر كتير غير تحت عيني زي ما شفتوا. بقيت الفرشة يعني مشيت بيها على وشي كده، بصوا شكلها عامل ازاي، طبعا جلوي وبتلمع وفي نفس الوقت كل حاجة محطوطة. طبعا كل الحاجات اللي انا حطيتها بعدها زي ما شفتوا في الفيديو باودر، فباودر على فاونديشن كان ممكن يعلق او على بيبي كريم كان ممكن يعلق، بس زي ما انتم شفتوا الحاجه طالعه تجنن حرفيا، بيقعد معاكم فتره طويله جدا ومناسب كمان للشغل وللجامعه ولكل يوم لو انت مش حابه تحطي حاجه. ومش مكتوب عليه ان هو فيه اس بي اف، بس هو المفروض البيبي كريم بيبقى فيه اس بي اف، بس هو مش مكتوب. بس طبعا انت مش هتعتمدي عليه، انت هتعتمدي على السان بلوك اللي انت بتحطيه من تحت. بصوا خلاص حابة اعمل معاكم برضو ابديت خلال اليوم، هقعد بيه مثلا 8 ساعات واوريكم شكله خلال اليوم بيبقى عامل ازاي. دلوقتي الساعة 3:30 يعني الشمس جاية في وشي اهي، الساعة 3:30، فهقعد مثلا بيه لغاية الساعة 10 أو 11 بالليل واوريكم شكله خلال اليوم بيبقى عامل ازاي. ادي اول ابديت، بعد مثلا 3 أو 4 ساعات هاجي اعمل لكم الابديت التاني، وبعدين في اخر اليوم الابديت التالت، وبعد كده اغسله. بس شوفوا شكله من قريب عامل ازاي. فرول بصراحة النتيجة عجباني جدا وشكله حلو جدا وفلوريس قوي على البشرة، مش عايزة اقعد اشكر فيه علشان بس ايه ما بقاش افورتها قوي يعني، انا مش اخدة منهم فلوس ولا حاجة، بس هو بجد حلو يعني. بصوا الساعة دلوقتي 7:30 يعني عدى 4 ساعات تقريبا، وبصوا شكله عامل ازاي، ولا كأن في حاجة حصلت والحاجة لسه زي ما هي. طبعا برضو keep in mind ان انا بشرتي جافة، فبرضه عشان البشره الدهنيه والمختلطه هيبقى الوضع مختلف. الحاجه مع البشره المختلطه الحاجات اللي انتوا حاطينها فوق البيبي كريم لو ما ثبتوش ممكن تختفي، ممكن كمان البيبي كريم نفسه البشره تشربه. ف يعني لازم تتاكدوا نوع بشرتكم ايه، لان البيبي كريم دايما بيبقى فيه زي كريم مرطب كده، فبيبقى مناسب اكتر للناس اللي بشرتها جافه وعاديه. طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه لسه تحفه، ان هو شكله تحفه، وكمان انا اكلته وغيرت الروج. وفي انواع كده فاونديشنز لما تيجوا بتغسلوها يعني، في واحد حاليا بستخدمه هعمل عنه فيديو، بس قلت خليني اعمل على البيبي كريم الاول لان انتوا حابين ان انتوا اعمل عن البيبي كريم بتاع بورجوال الاول. بس في انواع كده فاونديشنز لما تيجوا تحطوها على بشرتكم مثلا وتيجوا تاكلوا وتغسلوا بقكم، الحته اللي جه عليها ميه دي اللي هي بتبقى حوالين البق بيبقى في بقعه كده حرفيا، بيبقى في بقعه راحت كان هي ايه وشك ما بقى اتشالت من الوش. ده خف شويه من ناحيه البق، بس ستيل الشكل
يعني حلو، مش اوفر قوي، لان انت لو خرجتي بحاجه والحته دي فضت تماما هيبقى باين قوي ان شكلك وحش يعني، فاكيد مش هخرج بفاونديشن معايا سبونج ومش عارفه ايه واقعد اعيد تاني. فدي برضو من الحاجات الحلوه قوي ان هو لما بيجي يروح من على البشره بيروح بشكل حلو، ما بيبقعش او بيسيب شكل باتشي كده. الساعة دلوقتي 11، فكده قاعدة بالفونديشن بقالي او بالبيبي كريم بقالي كتير قوي، تقريبا داخلة اهو في 9 ساعات او 8 ساعات وشوية يعني. فبصوا يعني طبعا روج راح عشان اكلته كده، هنا راح شوية، وبرضو بصور لكم في اضاءة النور العادية، مش رينج لايت ومش الشمس، يعني اضاءة عادية اللي تبقى موجودة في الاوضة عادي جدا، مفيش اي اندهاش يعني. والوش اهو كل حاجه بصوا محطوطه على الوش، يعني زي ما حطيتها الصبح. طبعا البلاشر خف شويه بس اوفرول يعني زي الصبح بالظبط، وانا ما عملتش اي تاتش اب ما عملتوش خالص. ف كنتيجه حلو جدا للاستخدام اليومي، حلو لو انت روحتي بيه الجامعه والشغل والحاجات دي هيبقى حلو قوي، لانه خفيف وانا مش حاسه خالص ان انا حاطه حاجه على بشرتي ومش مثبتاه، ومش من الحاجات اللي لما تعملي كده على وشك تلاقيها طلعت خالص، هو يعني بيثبت على الوش حلو، بيخف شويه. طبعا من هنا غسلت بقي مرتين فطبيعي يكون بيخف شويه بس كده. حلوين دي كل حاجه الفيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم تكونوا استفدتوا استمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو مش تعملوا هنا لايك وسبسكرايب على اليوتيوب، وكمان لايك وفولو على صفحه الفيسبوك وفولو على انستغرام تيك توك. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.